مجلس الوزراء يصادق خلال اجتماعه الأسبوعي على عدد من مشاريع المراسيم والبيانات الهامة. الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلفة بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية تنظم تكوينا حول أهمية الملكية الصناعية. مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف تتواصل ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان المدن القديمة في مدينة شقيط. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة، تصحبني فيها بلغة الإشارة أسماء متعثمان. صدق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على عدد من مشاريع المراسيم والبيانات، من بينها مشروع مرسوم يتعلق بتحديد نظام وصلاحيات المصلحين، وآخر يحدد مقر ودائرة الاختصاص الترابي لمحاكم الاستئناف التجارية في نواكشوط وذيبو. وفيما يلي نتابع النص الكامل لبيان مجلس الوزراء. اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولي الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: مشروع مرسوم يتعلق بتحديد نظام وصلاحيات المصلحين. يحدد مشروع المرسوم الحالي تنظيم وصلاحيات المصلحين تطبيقاً لمقتضيات المادة 58 من الأمر القانوني رقم 012/2007 المتضمن التنظيم القضائي والمعدل بالقانون رقم 25/2019 بتاريخ 14 مايو 2019. ولهذا الغرض فهو يحدد اختصاص المصلحين وإجراءات تعيينهم ويوضح طريقة عملهم، كما ينص على طرق تنفيذ محاضرهم. مشروع مرسوم يحدد مقر ودائرة الاختصاص الترابي لمحاكم الاستئناف التجارية في نواكشوط ونواذبو. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد مقر ودائرة اختصاص محاكم الاستئناف التجاري في نواكشوط ونواذبو تطبيقاً لمقتضيات المادة 29 جديدة من الأمر القانوني رقم 012/2007 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 المتضمن التنظيم القضائي المعدل بالقانون رقم 25/2019 الصادر بتاريخ 14 مايو 2019. وستمكن هذه الإصلاحات من تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للمحاكم التجارية ومدها بالوسائل القانونية لحل النزاعات التجارية بسرعة وفعالية. مشروع مرسوم يحدد إجراءات تسجيل أرباب العمل ودفع المشاركات للمكتب الوطني لطب الشغل. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تزويد المكتب الوطني لطب الشغل بالأدوات النظامية الخاصة التي تمكنه من الاطلاع الكامل بمهامه، ويتعلق الأمر من جهة بتكفل هذه المؤسسة بتحصيل المساهمات، كما يتعلق من جهة أخرى بتفعيل ترتيبات المادة 11 من المرسوم 042/2016 بتاريخ 3 مارس 2016 المنشئ للمؤسسة المعنية. مشروع مرسوم يحدد نسبة اشتراكات أرباب العمل في المكتب الوطني لطب الشغل. يأتي هذا المرسوم طبقاً لأحكام المادة 259 من القانون رقم 017/2004 الصادر بتاريخ 6 يوليو 2004 المتضمن مدونة الشغل، ولترتيبات المادة 11 من المرسوم رقم 042/2016 الصادر بتاريخ 14 مارس 2014 الذي حول المكتب الوطني للطب العمال من مؤسسة عمومية ذات طابع إداري إلى مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي. وعلى ضوء نتائج الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية خلال الفترة ما بين 10 و11 نوفمبر 2019 لولاية أدرار، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان هذه الولاية عموماً ولسكان مقاطعة شنقيط خصوصاً على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له في هذه الزيارة الهامة التي أشرف خلالها على انطلاقة النسخة التاسعة من مهرجان المدن القديمة، إضافة إلى تدشين العديد من المشاريع التنموية الكبرى.
وقدم وزير العدل بيانا حول حالة تقدم خطة عمل قطاع العدل. يستعرض هذا البيان حصيلة تنفيذ خطة عمل قطاع العدل ويحدد آفاقها المستقبلية. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي. وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل. وقدم وزير التشغيل والشباب والرياضة بيانا حول حالة تقدم خطة عمل قطاع التشغيل والشباب والرياضة. يستعرض هذا البيان حصيلة تنفيذ خطة عمل قطاع التشغيل والشباب والرياضة ويحدد المعوقات التي اعترضت سبيلها وآفاقها المستقبلية. وقدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة ووزير الداخلية واللامركزية ووزير التنمية الريفية بيانا مشتركا حول الحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق الريفية 2019-2020. يستعرض هذا البيان حصيلة الحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق برسم موسم 2018-2019، ويقترح خطة عمل مفصلة برسم موسم 2019-2020 تستهدف توفير حماية فعالة للمراعي المتاحة بكميات معتبرة في أغلب الولايات الراعوية. هذا وعلق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنية الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور سيدي والسالم، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة سيدة مريم بكاية، ووزير العدل السيد حيمود والرمضان، ووزير التشغيل والشباب والرياضة الدكتور الطالب والسيد أحمد، ووزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد كامرا سالوم محمد في مؤتمر صحفي عقدوه بنواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. استعرض السادة الوزراء كل فيما يعنيها البيانات التي تطرق لها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي. خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته برئاسة سيد كامرا علي كلاديو رئيس اللجنة لمناقشة ميزانية وزارة الاقتصاد والصناعة في مشروع قانون المالية الأصلية لسنة 2020. وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور الشيخ الكبير مولاي الطاهر، استعرض فيه مختلف بنود هذه الميزانية. وتبلغ ميزانية وزارة الاقتصاد والصناعة في مشروع قانون المالية المذكور 362,737,465 أوقية جديدة موزعة بين بندي التسيير والاستثمار. كما خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اجتماعها الثاني الذي عقدته برئاسة سيد كامرا علي كلاديو رئيس اللجنة لمناقشة ميزانية الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلفة بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020. وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه الوزير المنتدب المكلف بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية سيد حبيب والحام، استعرض فيه مختلف بنود هذه الميزانية. وتبلغ ميزانية هذه الوزارة في مشروع قانون المالية المذكور 38,960,726 أوقية جديدة. عقدت محكمة الحسابات جلسة علنية خصصت لتأدية اليمين القانونية لعدد من المحاسبين العموميين. جرت وقائع هذه الجلسة بحضور الأمين العام لمحكمة الحسابات ورؤساء الغرف وعدد من القضاة والموظفين بالمحكمة. الجلسة العلنية التي عقدتها محكمة الحسابات بدأت بكلمة افتتاحية لرئيس المحكمة بين فيها هدف هذه الجلسة، ليدعو بعد ذلك الأمين العام لمحكمة الحسابات لقراءة فحوى مقررات التعيين الخاصة بالمحاسبين المعنيين. تعقد هذه الجلسة العلنية المخصصة لتأدية اليمين من طرف المحاسبين العموميين التالية أسماؤهم: السيد يعقوب الأحمد عيش المدير العام للخزينة والمحاسب العمومي المحاسب الرئيسي للدولة، السيد أحمد عمو والسيدي عالي مسدد نفقات المصالح اللامركزة للدولة، السيد
سيدي والمحمد الأقرف مسدد وكالة الدفع الخاصة بالمراكز المحاسبية الدبلوماسية والقنصلية. أدعو السيد الأمين العام لمحكمة الحسابات للتفضل بقراءة فحوى مقررات التعيين المعنية. بعد ذلك دعا رئيس محكمة الحسابات مفوض الحكومة لدى المحكمة بالتفضل بطلباته. رئيس محكمة الحسابات السيد سيد نعالي والسيدي وللجيلاني دعا المدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية ومسدد النفقات اللاممركزة للدولة ومسدد وكالة الدفع الخاصة بالمراكز المحاسبية الدبلوماسية والقنصلية لتأدية اليمين القانونية. أقسم بالله العظيم أن أؤدي وظائفي بنزاهة ووفاء وأن أتقيد تماما بالقوانين والنظم التي تهدف إلى ضمان عدم المساس بالاستحكام الحسن للأموال العمومية. نعتمد يمينكم بوصفكم محاسبا عموميا رئيسيا للدولة. أقسم بالله العظيم أن أؤدي وظائفي بنزاهة ووفاء وأن أتقيد تماما بالقوانين والنظم التي تهدف إلى ضمان عدم المساس بالاستحكام الحسن للأموال العمومية. اعتمدوا يمينكم بوصفكم محاسبا عموميا مسددا للنفقات المصالح اللاممركزة للدولة. أقسم بالله العظيم أن أؤدي وظائفي بنزاهة ووفاء وأن أتقيد تماما بالقوانين والنظم التي تهدف إلى ضمان عدم المساس لاستخدام الحسن للأموال العمومية. نعتمد يمينكم بوصفكم محاسبا عموميا مسددا لوكالة الدفع الخاص بالمراكز المحاسبية الدبلوماسية والقنصلية للدولة. واشرت وقائع هذه الجلسة العلنية بحضور الأمين العام لمحكمة الحسابات السيد اللاول محمد عمر وعدد من القضاة والعامدين بمحكمة الحسابات. نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلفة بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية ممثلة في الإدارة العامة للتنمية الصناعية يوما تكوينيا لصالح طلاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية ومدارس المهندسين وممثلين عن القطاع الخاص في البلد. ويدخل هذا التكوين في إطار برنامج التحسيس والتوعية المستمر بأهمية الملكية الصناعية. تعد الملكية الصناعية حقا حصريا يخول لصاحبه حق التمتع بامتيازات الملك، وتضم الاختراعات التقنية كبراعة الاختراع والاختراعات التزيينية من رسوم ونماذج صناعية. وتتجلى أهمية الملكية الصناعية فيما تقدمه من تشجيع للابتكار والاختراع، وهو ما يبرر ضرورة إدماجها في البرامج الدراسية خاصة في الجامعات. هذه المادة طبعا هي مادة غاية في الأهمية باعتبار أنها هي المحفز الأساسي لأصحاب الاختراع وأصحاب الأفكار التي عن طريقها طبعا تتطور المجتمعات. ندخل هذا اليوم في إطار تحسيس تجريه الإدارة والوزارة حول أهمية الملكية الصناعية، براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، وفي مسعى منها إلى تعميق معارف وخبرات المصالح والجهات المهنية المهتمة بالملكية الصناعية. أطلقت الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلفة بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية هذا اليوم التكويني حول الملكية الصناعية بالتعاون مع المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية OAP. إن الملكية الصناعية تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية، ومع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي أصبح لا غنى عنها، لأنها أداة لتحويل المعارف والمهارات إلى أصول تجارية قابلة للاستغلال كعائد قادر على المنافسة. وفي هذا الإطار أطلق قطاعنا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية مراكز لدعم تكنولوجيا الابتكار والاختراع، وهي في الواقع عبارة عن قاعدة بيانات مجانية تتضمن ملايين المعلومات التقنية عن البراءات، وسيتواصل توسيع دائرة هذه المراكز حتى يستفيد منها الطلاب والباحثون والصناعيون، وذلك من خلال فتح خلايا ربط لهذه المراكز في مختلف الجامعات والمدارس والشركات الصناعية الكبرى. ويتضمن برنامج اليوم التفكيري هذا تقديم عروض من بينها وضعية الملكية الصناعية في المنظومة القانونية الموريتانية، كيفية طلب براءة الاختراع، والآليات المطلوبة لتسجيل العلامات التجارية.
أطلقت الجمعية الموريتانية للكيمياء فعاليات الأيام الدولية للكيمياء في دورتها الثانية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنية الإعلام والاتصال وجامعة نواكشوط العصرية. وتهدف هذه الأيام إلى إنارة الرأي العام وأصحاب الاختصاص حول دور الكيمياء في تنمية اقتصاد الدول من الناحية الاقتصادية والصناعية. الكيمياء وتطبيقاتها من أجل تنمية مستدامة عنوان الأيام الدولية الثانية للكيمياء المنظمة من طرف جمعيتها الموريتانية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال وجامعة نواكشوط العصرية. الأمينة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة عائشة جالو تحدثت خلال افتتاحها للنشاط عن الدور الذي تلعبه الجمعية الموريتانية للكيمياء نظرا لما يكتسيه علمها من أهمية في مختلف مناحي الحياة، سبيلا إلى الرفع من المستوى الأدائي والنوعي والكمي للتعليم العالي واستمرار تطور النهضة التنموية في البلد. وتشكل الأيام الدولية الثانية للكيمياء التي انطلقت بمشاركة ما يربو على 100 أستاذ وباحث من عدة دول مناسبة يقدم خلالها الأساتذة الباحثون أهم نتائج أبحاثهم في الكيمياء وتطبيقاتها. سيشهد برنامج هذه الأيام بحول الله عدة فعاليات، من أهمها عرض 18 بحثا موزعا على مختلف التخصصات الكيميائية، بالإضافة إلى 19 بحثا عرضا شفهيا من طرف الطلبة الباحثين على مستوى الماستر والدكتوراه، و20 عرضا محمولا على في ساحة المؤتمر. بدوره رئيس جامعة نواكشوط العصرية البروفيسور أحمد الحوبة أكد أن هذه الأيام تدخل في إطار الاستراتيجية التي تعتمدها الجامعة للرفع من مستوى البحث العلمي وتطويره من خلال الحكامة وجودة التكوين والبحث العلمي الجديد. ويتطلع المشاركون في الأيام الدولية الثانية للكيمياء إلى تبادل الخبرات بين الباحثين الوطنيين ونظرائهم الدوليين واستفادة الطلاب الباحثين من نتائج أبحاث العلماء في هذا المجال. الهدف من هذه التظاهرة هو تبادل الأفكار الحديثة والأبحاث الحديثة في مجال الكيمياء وفي عدة مجالات من الكيمياء بين باحثين عالميين وباحثين موريتانيين. وأيضا الهدف الآخر وهو قاعد الأساسي هو إشراك الطلاب على مستوى الماستر والدكتوراه لكي يرون ما يصنع من بحث في العالم. وعلى مدى 3 أيام من العمل سيتابع المشاركون عروضا ومحاضرات تناقش آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في الكيمياء وتطبيقاتها بغية استفادة الطلبة الجامعيين وتبادل الخبرات بين الأساتذة الباحثين. تحت رعاية جهة نواكشوط وبالشراكة مع بلدية السبخة نظمت جمعية هلال إفريقيا بموريتانيا أياما تفكيرية حول مخاطر الأمية وانعكاساتها السلبية على المجتمع تحت عنوان محو الأمية سبيلا إلى استقلالية المرأة. تسليط الضوء على آليات وسبل النهوض بالمجتمع ككل والمرأة على وجه الخصوص من خلال مكافحة الأمية ودمج المرأة في الحياة النشطة سبيلا إلى استقلاليتها وتحرير إرادتها وطاقاتها، هذا هو هدف هذه الأيام التفكيرية المنظمة من طرف جمعية هلال في إفريقيا بموريتانيا بالشراكة مع بلدية السبخة. النائب الأول لرئيسة جهة نواكشوط الراعي الرسمي لهذه الأيام التفكيرية السيدة هوا محمد لمين سيدي بي أبرزت خلال كلمتها الافتتاحية الأهمية البالغة لهذا النوع من الأنشطة التثقيفية ومساهمته الكبيرة في توعية المجتمعات، شاكرة في هذا الصدد جمعية هلال إفريقيا وبلدية السبخة. وبدوره عبر عمدة بلدية السبخة السيد أبو بكر سليمان السومري عن استعداد البلدية للمشاركة في كل جهد يسعى للحد من مشكل داء الأمية خاصة لدى النساء. أما رئيسة جمعية هلال إفريقيا في موريتانيا السيدة سلمى بنت عبد الرحمن فقد ثمنت الجهود التي بذلتها جهة نواكشوط وتبنيها لفكرة هذه الأيام وتقديم الدعم اللوجستي والإعلامي والتنظيمي. المستفيدات من هذه الأيام التفكيرية عبرن عن آمالهن وتطلعاتهن للاستفادة من الدعم المادي والمعنوي. التفكيرية زينا عندنا حتى من اللي ما قد نرينا حد يعدلوا، من اللي نجبرنا لقاش يعلمنا يقرينا ويعلمنا باش نشتغلوا.
عاد زينا عندنا حتى أكل والسنة قاعد نشو حتى هدف من هذا. نحن كامل الوسانة راحنا نجتمعين كاملين وزينا بصفة عامة بينا الحر من حرين بينا قلت شي يدعمنا والله شي نشتغل به ما نراجل ودع ألا شوي وفن قلوبنا بحر وكان نوكله العيال والله أنا نشتغل به. هذا وتخلل أنشطة اليوم الأول عرض لمنتوجات تقليدية لبعض التعاونيات النسوية، كما ستتخلل هذه الأيام محاضرات ونقاشات سبيلا إلى الخروج بخلاصات حول سبل الرفع من مشاركة المرأة في العملية التنموية. اختتمت في مدينة نواذيب أشغال الورش المتعلقة بالمصادقة على خطة عملية لمكافحة السيدة بالمدينة منظمة من طرف بلدية نواذيب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة السيدة والمنظمة الدولية للصحة. تهدف هذه الورشة إلى التعرف على الملامح المتعلقة بالوقاية من هذا الداء والقضاء عليه في أفق 2030. نقاشات هذه الورشة المتعلقة بالمصادقة على خطة عملية لمكافحة السيدة على مستوى مدينة نواذيب مكنت من التعرف على الملامح العامة للوقاية من هذا الداء، خاصة المحاور المتعلقة بالصحة الإنجابية والتعامل مع المصابين بالفيروس في ظل الصورة النمطية عن الإصابة بنقص المناعة المكتسبة الإيدز. هذه النقاشات نهارين ناقشنا فيهم ثلاث تقريبا عروض كبار، الأول حماية الأم والطفل بالولادة، بعد لعات الأم حامل الفيروس ما ينتقل للولد، وفي حالته مثلا اللي انفطلوا انتقلوا يعطالوا الدواء مباشرة ويبرأ. الثاني هو العلاج، والثالثة هي دراسة كاملة اللي هو التعاون مع القطاع الخاص. حمد المولانا هذه الورشة استفدنا فيها إن شاء الله، وذا اللي شفنا فيه وذا اللي قرينا فيه وذا اللي توافقنا عليه إن شاء الله ندون بذل أكثر جهد كان نطبقه إن شاء الله. هاي الدراسة فادتنا ياس، أعطتنا قدر صحت عندنا قدر مجموعة من المفاهيم كانت عندنا اللي هي ارتباط الإصابة بالجرائم، هذه واحدة. الثانية أعلن فيها إمكانية كبيرة للحيلولة دون ولادة مواليد مصابين عن طريق الحمل والله أثناء الولادة. الجلسة الختامية كانت مناسبة لبلدية نواذيب للتأكيد على التزام المجلس البلدي بتطبيق هذه الدراسة ومخرجاتها لما لها من انعكاسات على واقع الصحة العمومية بالمدينة البحرية. باسم البلدية أنا ملتزم أن إن شاء الله هذه الخطة اللي ذهي أن نبذل جهد أقصى جهد عندنا من أجل تنفيذها، تنفيذ إن شاء الله جيد تستفاد منه المدينة، استفاد منه ساكنتها، ونعود طبقنا سياسة دولتنا وتوجيهات رئيسنا وحكومتنا، وإحنا في المجلس البلدي نعود لبينا مملي أمانتنا اتجاه ساكنة المدينة اللي أعطتنا أصواتها من أجل خدمتها. من جانبهم الشركاء الدوليون في تنظيم الورشة اعتبروا أن الوقت حان للبدء في تنفيذ هذه الاستراتيجية بعد المصادقة عليها من طرف المشاركين الذين يمثلون كافة القطاعات المعنية والمهتمة. قالت نظرك كاملين أنه حلوف ما بعد الورشة عندنا خطة مصادقين عليها كاملين ومتفاهمين عليها كاملين، والصفة اللي لهنا فعلوا بها تنفيذها وتقييمها عاقب ذا من أجل أعلننا إن شاء الله تعود مدينتنا مدينة نواذيب هي من أول المدن اللي تقضي على السيدة في التواريخ اللي محددة. ويعول على تطبيق هذه الدراسة ومخرجاتها في تمهيد الطريق للوصول إلى النفاذ الشامل للوقاية والعلاج ضد مرض السيدة ودعم الأشخاص المصابين على مستوى هذه المدينة العمالية في أفق 2030. مشاهدينا الآن نفتح نافذتنا اليومية على مدينة الشنقيطة التاريخية التي تحتضن النسخة 9 من مهرجان المدن القديمة بعد فاصل قصير. أهلا بكم جديد. وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان وكالة زيارة لعدد من أجنحة المعارض المقامة على هامش مهرجان الشنقيطة، كما أشرف على انطلاقة مسابقات القرآن والحديث الشريف.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة المباشرة من مدينة الشنقيطة، حيث تتواصل فعاليات مهرجان المدن القديمة في نسخته التاسعة. وضمن تلك الفعاليات أدى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وزير الثقافة وكالة زيارة لعدد من أجنحة المعارض المقامة على هامش المهرجان، كما اطلع على سير مسابقات القرآن والحديث. تقرير مع زميل سعيد حبيب. زيارات وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وزير الثقافة وكالة السيد الداهو السيد عمر طالب رفقة والي ولاية أدرار السيد الحاج محمد ديغانا تتم بشكل روتيني هنا بشنقيط خلال أيام المهرجان الذي بدأ العد التنازلي لنهايته. الوفد الزائر يلتقي المشاركين في المعارض ويتفقد أوضاعهم ويستمع إلى شروح حول أجواء المهرجان منهم. يحتوي المعرض على مشاركات من داخل البلاد عبر منتجات غذائية وأخرى من الصناعات التقليدية، إضافة إلى معارض فنية تقدم تحفا من التراث والتاريخ، تشكل كلها محطات توقف للسيد الوزير ووفده، فيما تعتبر معارض الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة أيضا محط اهتمام، حيث يتنوع هذا المنتوج من تشكيلات المنتجات التي تزخر بها أماكن العرض. وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وزير الثقافة وكالة حضر أيضا صباح اليوم في شنقيط فعاليات مسابقات القرآن الكريم والحديث الشريف المنظمة بباحة المسجد العتيق، حيث استمع إلى نماذج من القراء. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم، قبل أن يقدم النصح والتوجيهات بخصوص الفعالية. وضمن فعاليات مهرجان المدن القديمة تابع الجمهور الشنقيطي رابع الأماسي الثقافية والفلكلورية التي تميزت بألوان من الفلكلور العربي والإفريقي. هذه الفعاليات نتابعها في تقرير محمد طلحة. رابع ليالي سهرات مهرجان المدن القديمة في نسخته التاسعة نسق تصاعدي في نوعية المشاركات ومستوى الحضور. مذايح نبوية تتصدر هذه المشاركات كتصدر ذكرى المولد النبوي الشريف للظرف الزماني، حيث صدحت الحناجر ولهجت الأرسن بشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعطلت المجالس بسيرته الحسنة. ولأن المهرجان فرصة لاستكشاف الأنماط السلوكية والمعيشية لسكان هذه الأرض، استعرضت هذه الفرق علاقة الإنسان الموريتاني بالأرض بالنخيل وبالموسيقى باعتبارها أحد مصادر التحفيز ورفع الهمم. ولأنها أرض شنقيط ستبقى بيئة ولادة، هذه براعم رغم صغرها وبراءتها تقدم لوحة إبداعية بهذه الوصلات الفنية الراقصة، وهذه مساهمة تحدى صاحبها العوائق والإكراهات. ومنبر المصطفى الهادي وحجرته وصحبه وبقيع دائر يهيم، فطب وغب عن هموم كنت تحملها وسلتنا الكل ما ترجوه من كرم. شنقيط في الأصل نقطة لتلاقي الثقافات العربية والإفريقية تماما كما هو الحال هنا على هذه الخشبة، حيث تجاور التراث المغربي الأندلسي عبر هذه الأدوار الغنائية الشعبية بالفلكلور الإفريقي عبر هذه الأنماط الثقافية الراقصة المنوعة. ويواصل مشاركون في مهرجان المدن القديمة في معرض تحديدا بالشنقيط تقديم برامج نماذج من منتجاتهم، إذ تزداد وتيرة العرض مع اقتراب يوم الاختتام. محمد لمين، عبد الودود.
ببطحاء شنقيط تتمدد هذه الخيام مشكلة فضاء رخبا لعرض مختلف المعتنيات، ذلك في إطار المعرض الذي دأبت هيئة المدن القديمة على تنظيمه كل عام تزامنا مع فعاليات المهرجان. في الجهة الجنوبية نصبت هذه الخيام التي حوت مختلف أنماط منتوج النخيل في ولاية أدرار، وهي أنماط متعددة تتباين باختلاف الفصائل وطرق الاستغلال وما يوازيه من منتوج الزراعة الواحاتية. يلاصق هذا المخيم جناح المكتب الوطني للسياحة الذي يعمل على تقديم صورة متكاملة عن المناطق السياحية والمواقع الأثرية والمدن التاريخية وما شاكلها من مواطن الاستجمام والراحة التي تجذب عادة السياح. في الجهة الشرقية تتمدد خيام الوبر التي تحوي نفائس التراث ونوادر الموروث المغربي لتحضر بقوة التعاونيات النسوية وتجمعات الصناعة التقليدية ومنتوجها المعد صرفا من الجلود والمعتمد على عمقه الوطني وبعده التراثي الأصيل، كما سجلت عدة بلدان أخرى مشاركتها مثل جناح الجزائري بتمره ولبسه ونصاله وسيوفه، كما كان للمتاحف الوطنية هي الأخرى حضورها القوي. أشاد عدد من زوار مدينة شنقيط تنظيم بمستوى التنظيم والضيافة التي تميزت بها النسخة التاسعة من مهرجان المدن القديمة، متمنين أن ينفتح المهرجان مستقبلا في نسخه القادمة. جئت إلى موريتانيا صحبة العائلة ويرافقني المرشد علي الموجود هنا. أتينا لركوب الجمال في الصحراء والتعرف على الشعب الموريتاني واستكشاف الثقافة والفنون في هذا البلد. مدينة شنقيط مدينة مهمة من ناحية الإسلامية ومن ناحية التاريخية، وتعتبر منبر إعلامي، منبر المعرفة في شمال أفريقيا. التمسنا كل الحضن الدافئ رغم صعوبة الطريق، لكن جفت عروقنا بجفت عرقنا من سماحة الوجوه المنيرة، وكذلك أشكر السكان أهل المنطقة يعني بارك الله فيهم على حسن الضيافة، من كرم من جود، كلمة جود ليبية. المهرجان الذي امتاز بطبوع جميلة جدا ورائعة جدا لإحياء هذه التراث وهذه الحضارات التي كانت على مر السنين ولحد الآن هي موجودة، وكان المهرجان ناجح. أنا يعني أقيم هذا المهرجان أو هذه الطبعة أنها طبعة ناجحة جدا. ليش ناجحة؟ لأنها فيها جميع الطبوع، يعني مستوحات من جميع الطبوع، يعني هذه النسوة ولا هذه الحرفيين أو هذا يعني التشكيلة من كل ألوانها. كنشكروا الحكومة الموريتانية شعبا وحكومة، وخاصة السيد الرئيس. بالنسبة للنسخة التاسعة أنها كانت فيها دول، ونطلب من ربي أنه يعودوا يساهموا تكون ياسر من الدول، خاصة الدول العربية، باش يعرف سميتو الشعب العربي، تعرف يعلم أن كاين اجتماعات بحال المسائل هذه، يعني لا الثقافة ولا الحضارة ولا الصناعة التقليدية ولا يعني أو المفهوم يعني التربوي أو المفهوم الجيولوجي أو التاريخ وحضارة الشعوب العربية. المهم احنا كمغاربة يعني لقينا كل ترحاب وكل دعم، لا من الشعب ولا من حكومة، وهذا يعني باشرة خير. ودائما في مدينة شنقيط التاريخية، للمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان المدن القديمة في طبعته التاسعة، نستضيف هنا من مدينة شنقيط مباشرة السيد محمد عدنان بيروك، مدير المدن هيئة المدن القديمة بوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان. أهلا بكم سيد المدير على هذه، وشكرا على قبول هذه الدعوة. مرحبا وسهلا. مرحبا سيد المدير، نحن على اعتاب ايام قليله من يعني اصدار الستار على مهرجان المدن القديمه ونسخته التاسعه، كيف تقيمون ما مضى حتى اللحظه؟ شكرا. الحمد لله، انا اعتقد ان المهرجان
من يوم انطلاقته يوم الأحد الماضي بانطلاقة التي أعطاها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، تميز لله الحمد بنجاح كامل في كل وعلى كل المستويات. الحمد لله كان تحدي كبير لمدينة شنقيط يقطنها ما يناهز 4000 نسمة وتستقبل في ظرف يومين ما يناهز 10000 نسمة. تحدي كبير في السكن، تحدي كبير في النقل، تحدي كبير في تنظيم كل هذه الأشياء، ولله الحمد كان هذه المرحلة تعديناها بنجاح الحمد لله، وكان ضيوفنا في ظروف حسنة ونقلوا في ظروف حسنة، حتى عودة بعضهم الحمد لله في ظروف حسنة، كذلك الفرق الفنية التي تأتي من حين إلى آخر الحمد لله، وكما ترون الأمور الحمد لله على ما يرام. الجمهور كثير جدا والخشب متميزة ومتنوعة، العروض الحمد لله تميزت نعم. هذه السنة بخيام نعم. طالما أنكم تحدثتم عن العروض، قدمت عروض من مختلف الولايات، يعني المدن التاريخية المشاركة في هذا المهرجان. أنتم حتى اللحظة هذه العروض هل كانت على قدر ما كان يصبو إليه المشاركون أو حتى المنظمون؟ الحمد لله، لأن جل الفرق تم الاتصال بها منذ عدة شهور وتم تدريبها على أنماط تقليدية فولكلورية الحمد لله، والتي تميزت الحمد لله هذه السنة بقبول لها الجمهور، وبأيضا إحياء نما أنماط قديمة من فولكلورنا الموسيقي والشعبي إلى غير ذلك. كانت فرق في شكلها وفي مضمونها لله الحمد، والإضافة النوعية هي الحمد لله الفرق اللي قادمة من المغرب ومن مالي وشعراء من الجزائر إلى غير ذلك. هذا عفوا عن المقاطعة، هذا يحيلنا إلى الحديث عن المشاركات الدولية. هذه المشاركات هل أصبح بالإمكان أن نقول بأن مهرجان المدن القديمة في بلادنا أصبح يتجه إلى أن يكون دولي؟ الحمد لله، هذا فعلا هو إرادة السلطات العليا للبلد، وأن تكون موريتانيا قبلة للثقافة وقبلة كما كانت للعلم والعلماء، قبلة لبث الثقافة في كل أرجاء المعمورة، وخاصة في هذه الدول التي نتأثر منها وتتأثر بنا. والحمد لله كما رأيتم مهرجان بعد نسخته الثامنة أصبح مهرجان منفتح، وهذه السنة أكثر كم زاروا من الدول الشقيقة المغاربية هذه السنة، والحمد لله هم في ظروف حسنة. كنت منذ قليل مع بعض الفرق وهم مرتاحين لله الحمد للظروف التي كانوا فيها لله الحمد في شنقيط. وبالمناسبة نشكر سكان مدينة شنقيط على كل ما ساهموا فيه من أجل نجاح مهرجان المدن القديمة ومهرجان شنقيط بصفة خاصة. نعم، الآن هل يمكننا أن نقول بأن مهرجان المدن القديمة أصبح يوفر هوية ثقافية لبلادنا بعد 9 سنوات من إقامة هذا المهرجان في مدن التاريخية الأربعة؟ هو هذا بالضبط، هذا من أهداف المهرجان التي لا يتطرق لها الكثير. المهرجان من أهدافه هو نبذ القبار ونفذ القبار عن كل تنوعنا الثقافي كما شبهتم في نعم. كما ينفض الغبار أيضا عن أنواع الفولكلورية، كما يساهم في إبراز شعراء جدد نعم. كما يساهم في التعريف بأشكال موسيقية اندثرت مع الأسف وإلى غير ذلك. هذا نوع أيضا من الحفاظ على تراثنا، وهو ما نسوقه، وهو ما كان أيضا نجاح كبير للمهرجان. نتمنى أن يتواصل هذا النجاح في النسخ القادمة من مهرجان المدن القديمة. في نهاية هذه النافذة من مدينة شنقيط التاريخية، نشكر ضيفنا هنا على المباشر السيد محمد عدنان البيروك، مدير المدن القديمة بوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان. كما أشكر الزملاء الذين عدوا التقارير. أشكركم أنتم مشاهدينا على كرم المتابعة، في أمان الله. إذن شكرا لمحمد عمر بلول وباقي وفد الموريتانية في مدينة شنقيط. بدأت بنواكشوط عمل ورشة تقديم خلاصة الدراسة المتعلقة بتحديد الحاجية ذات الصلة بتكوين قوات الدفاع والأمن في مجال النوع وحقوق الإنسان في دول الخمس في الساحل، المنظمة بالتعاون بين مركز الدراسات والبحوث حول الغرب الصحراوي ومدرسة حفظ السلام عليون بلوندي في باماكو، وذلك بهدف تقييم ونقاش هذه الدراسة.
مشاركون من القوات المسلحة والأمن والقطاعات الحكومية والمجتمع المدني تجمعهم هذه الورشة الخاصة بتسليم خلاصة الدراسة المتعلقة بتحديد الحاجيات ذات الصلة بتكوين الأمن والدفاع في مجال النوع وحقوق الإنسان لنقاش وإثراء خلاصة هذه الدراسة. هذه الورشة هي ورشة تقييمية لمجموعة من المفكرين والباحثين في هذا الميدان مكافحة الإرهاب، والهدف منها هو خلق ثقافة في هذه البلدان الخمسة لمحاربة الإرهاب وما يتعلق به. وطبعا نحن بلادنا قطعت خطوات مهمة في هذا الإطار، والورشة اليوم تأتي لتقييم هذه الحصيلة، وسنحاول من خلال التفكير في أنجاع السبل من أجل الخروج بنتيجة. جينا اليوم من أجل المشاركة في نشاط هذه الورشة التي جاءت تتويجا لدراسة مكتملة من طرف مجموعة من الخبراء في إطار دول مجموعة الدول الخمسة من أجل بث ثقافة السلم والتآخي. مدير مركز الدراسات والبحوث حول الغرب الصحراوي السيد محمد فال ولباه قال إن هذه الورشة المنظمة بالشراكة مع مدرسة حفظ السلام عليون بلوندي باي الممولة من هيئة الأمم المتحدة للنساء بخصوص هذه الدراسة التي تدخل في إطار الوقاية ومحاربة التطرف العنيف والإرهاب قد تضمنت مسوحاً لجميع المعلومات في مناطق واكشوط النعمة وتنبطة، مبيناً أن هذه الدراسة ستخضع لنقاش موسع على مدى يومين. وبدوره قال رئيس بعثة مدرسة حفظ السلام عليون بلوندي باي السيد باترين بيتيبي إن هذه الورشة تمثل تجلياً لما سيكون عليه التعاون المشترك خلال السنوات المقبلة في مجال التعبئة والعمل لمواجهة التحديات، وأضاف أن الكثيرين يعتبرون هذه الدراسة حساسة نظراً لموضوعها لكنها مهمة في نفس الوقت وذات جدوائية كبيرة. وأعرب بيتيبي عن ثقته بأنها ستكون لها نتائج مستديمة وستعزز من قدرات قوات الدفاع والأمن لتضطلع بمهامها في الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف داخل بلدان الساحل الخمس. وأوضح أنه سيتم خلالها دمج الأفكار والآراء حول القضايا الجوهرية خاصة فيما يتعلق بمشروع إعداد دروس تطبيقية مناسبة لفائدة قوات الدفاع والأمن في فضاء الساحل. قامت المندوبية الجهوية لحماية المستهلك بمدينة زوارات بحرق 3.5 أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وقد تمت مصادرة هذه الكمية من سوق مدينة زوارات في إطار الحملة الواسعة التي أطلقتها وزارة التجارة والسياحة مؤخرا بهدف القضاء على ظاهرة المواد المنتهية الصلاحية. يشكل استعمال المواد الغذائية المنتهية الصلاحية خطرا بالغا على حياة السكان نظرا لما يسببه مضاعفات صحية على حياة الفرد. وإدراكا منها لهذه الحقيقة تعمل السلطات العمومية على تخليص الأسواق من مثل هذه المواد لتفادي استخدام المواطن لها عن غير قصد. وفي هذا الإطار أتلفت المندوبية الجهوية لوزارة التجارة والسياحة على مستوى ولاية تير زمور 3 أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في ضواحي مدينة زوارات تحت إشراف مستشار والي تير زمور المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية السيد سداتي للقطب وبحضور ممثلين للأجهزة الأمنية. هذه الحملة تدخل في إطار الحملة الواسعة اللي أطلقتها وزارة التجارة والسياحة، والهدف منها هو القضاء على ظاهرة المنتجات المنتهية الصلاحية. وبطبيعة الحال نشكر السلطات الإدارية والسلطات البلدية اللي مدت لنا يد العون في هذه الحملة، ونأكد على أن هذه الحملة مستمرة وعلى أن شاء الله المجهود متواصل حتى تحقيق الهدف والمنشود واللي هو القضاء على المواد المنتهية الصلاحية. وتشمل المواد المتلفة المواد الغذائية والمشروبات ومواد التجميل، وهي المواد التي تمت مصادرتها مؤخرا من أسواق المدينة لتفادي استخدام المواطن لها في إطار الحملة الشاملة التي تشنها السلطات هذه الفترة من أجل حماية المواطن.
نظم منتدى الأواصر بالعاصمة نقطة صحفية بحضور العديد من الإعلاميين والمثقفين وبعض قادة الرأي، وذلك للإعلان عن المؤتمر الذي يعقده المنتدى يوم 22 و23 نوفمبر الجاري. وقد خصص رئيس المنتدى سيد عبيد المجن ورئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر سيدة مريم تبلال مداخلتهما للحديث عن المؤتمر والمشاركين المدعوين للحضور من خبراء وحقوقيين ومهتمين بقضايا النوع. كما تم الحديث عن أهمية الاعتراف بأن موريتانيا تمتاز بتنوع رائع يشكل ثراء وفرصة للتعايش والسعي المشترك للنهوض بالبلد وتطويره. ختاما لهذه النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. مجلس الوزراء يصادق خلال اجتماعه الأسبوعي على عدد من مشاريع المراسيم والبيانات الهامة. الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلفة بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية تنظم تكوينا حول أهمية الملكية الصناعية. مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف تتواصل ضمن فعاليات النسخة 9 من مهرجان المدن القديمة في مدينة شنقيطة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لأسماء عثمان التي رافقتنا بلغة الإشارة. شكرا لكم على كرم المتابعة. إلى اللقاء.